لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحيحه 5 5 كما العاده. عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بصحيحه والسلامه والرزق والهنا وكل ما كتمنوا، وشي حجه للوالدين واللي مرضي الله يشافيهم، واللي ماتوا الله يرحمهم، واللي حامل الله يفك حيلها على خير، واللي بغى الذريه الصالحه الله يسهل عليها في هذا النهار. عيدكم مبروك بكل المتمنيات ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هذا النهار قلت غادي نوض اول عيد، غادي نوجد راسي معكم، قلت غادي نبارطاجي معكم كيفاش كندير المكياج. شعري المهم كما شفتوا معايا غير كنشفو ما كنصايبوش، حيت ديجا دايره له بروتين، دونك ما كنحتاج ندير له لا سيشوار لا والو. دوشتو نشفتو، ايوا بغيتكم تشوفوا معايا مولاي سلطان. اول مره عاشق غادي يلبس البلدي التقليدي المغربي شي مناسبه من غير الكوستيوم، زعما هذاك شي حاجه اللي عاديه، عمرو ما لبس شي حاجه بلديه. غادي نوري لكم انا المهم عجبني، انا اللي اختاريت له. ردوا عليا واش ندير الدق ولا لا، يلا زيد موراي منا هانتوما. شوفوا عاشق كي جاك حس كيف من رجليه حتى لراسه، عيد عليهم بلي مهبط خيار وطهي. عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير مع 12 النهار. والله الا راه 11 ونص دابا، صبحنا ناعسين الصراحه، راه قلت التليفون مع 8 ولكن حيت شطلنا في الليل ما اكثر من 11 ونص. شحال الساعه؟ 12 قل الربع. المهم حران ضنا على عندك الدوش وديك الشيء، المهم راكم عارفين كياخذ الوقت. ودابا لقيتونا يلاه طالعين نفطروا. ايوا هانتوما ديكم معايا ماشي عند ماما كي العاده، يلا هانتوما معايا يلا عاشق كمان. ايوا يلا تهلاو لي فراسكم حتى نطلع نبارطاجي معكم تما الاجواء. شوفوا الصويط اللي غادي نهز مع هانتوما حتى انا اجي نوريهم اللبسه ديالي كاع ما وريتهم انا. زيد عندي مسبحوا في المرايا شد هكا اما هضرين فيا. ايوا الله يكمل بالخير. هانتوما خديت هاد فهمت شويه معوج الكاميرا، خديت هاد الشريبين هذا البارح ايوا صافي. لبست هاد القميص هذا الصراحه كان عندي هاد العام ما خيطتش شي حاجه حيت فريمون عندي قميص بزاف، درت معاهم هاد السويك هذا الذهبات ديالي حتى نطلع لماما وعاد نديرهم بقاو تما. ايوا هذا ما كان هاد العام ما خيطت والو حتى العيد الكبير ان شاء الله، واخا ما بقاش عندي مع داك الجلالب وديك الشيء بزاف كيعجبني العصري، والقميص بحال هكا كيعجبوني، يعني نفضل نخدم قميص وما نديرش جلابه. وعندي قميص بزاف قلت بلا ما نخدم دابا حتى العيد الكبير ان شاء الله، خصني نوجد على تيساح حيت فريمون كنضغط عند الخياطه بزاف، كنت باغا نصايبين نادين وما شدوش علينا يعني باش نصايبوا لها، اضطرينا اننا غير نشريو. ايوا هذا ما كان، يلا تمشيو معايا بلا ما نطول عليكم. تبارك الله الجو غزال هذا النهار الصراحه، جو واعر. كان كيقول لي عاشق النهار ديال العيد كل عام كتكون الشتاء، كيقول لي راه غادي تكون الشتاء ساعه الجو غزال. حاتو عينيا ضروني بالشميشه، انا ماشي طالعه بالطوموبيل ديالي وعاشق يطلع بالطوموبيلته حيت هو ملي كنفطروا ونتغداو كيبغي يمشي يجلس في قهوه شويه مع الدراري، وانا باش كنمشي عند لافامي عاوتاني باش ما كنبقاش هكا راسطه معايا. ايوا هذا ما كنمشيو نتلاقاو دابا عند ماما، بعدا راه عيطات لي كيتسناونا نفطروا، ندير التليفون ما بقيتش نديرو، نفطروا ومن بعد نشوفوا شنو غادي نديرو. الا قلت لكم واحد الحاجه ضحكوا عليا، قتلني الجوع في الموت ديال الجوع، ومع العلم انه انا من داك النوع اللي ما كانش كيجيني الجوع، ما عرفتش رمضان الصراحه الحمد لله دوزته مزيان. يوم مهم يلا هانتوما معايا. انا وصلت سبقت العاشر هو عاد جاي. شوفوا كيفاش كيتمشى كيتمشى من القرا. عزيز زيد لا الجو زوين، قلت له عاشق قال لي غادي تكون الشتا هاد النهار ساعه راه الشميشه. مولاي السلطان بسم الله فيما دخلنا يدخل الخير والربح. ماما شوفي مولاي السلطان احنا جينا
ان شاء الله طول العمر بشي حجه وبشي خدمه ان شاء الله احنا وياك معكم الغداء حتى تغديت كسرت الجوع تفكرت خاصني نصور لقيت راسنا صافي كلينا درت لنا ماما واحد الدجاجه بسلات ومزال دابا بقيت غير شي قجع عندي نمشي ندير شي قهوه نمشي ندير واحد الدو نشوف انا فامي وهذا ما كان افتح وهانتوما ديكم معايا بارطاجي معكم الاجواء ديال ديالنا كيفاش كنخزوها هو عاشق مالك عليكم.